مرحبا بكم في قناة الساحة الرقمية العربية، آخر أخبار العملات الرقمية في مكان واحد. سنتعرف على النقاط التالية: ما هي ميامي كوين؟ ما هي ميزات ميامي كوين؟ ما هي ميامي كوين؟ هي أول عملة سيتي كوين يتم طرحها في السوق. هي عملة مشفرة مدعومة من قبل بروتوكول ستيكس، والذي يتيح العقود الذكية على بيتكوين. ما هي ميزات ميامي كوين؟ هي وسيلة للناس لدعم مدينة ماجيك سيتي وتنمية خزينتها المشفرة مع كسب عائد بي تي سي و اس تي اكس لأنفسهم. تستفيد ميامي كوين من حامليها من خلال السماح لهم بالتقديس وكسب عائد. يمكن تعدين ميامي كوين أو شراؤها من قبل الأفراد الذين يرغبون في دعم ماجيك سيتي وكسب عائد تشفير من بروتوكول ستيكس. نسعى لنقل آخر أخبار العملات الرقمية بدعمكم المستمر لنا. لطفاً لا تنسى الاشتراك بالقناة والضغط على زر الجرس.